قداش ميزانيه النهضه سي بدر؟ ميزانيه تقدمها في اخر رغيف في حدود 6 مليارات فقط. نعم فقط. تحب تزيد زيد اخوي. النهضه في حدود انا ما احتفظتش. نعم حسب اللي نشوفه فيه تبدو حزب ثري حركه النهضه. تبدو ثبت عن مناضلين والحمد لله، ناس اعطت في لحظه ما اعطت ارواحها، ناس اعطت اموالها وناس اعطت جهدها، وبالتالي اللي يتصور انا عضو مكتب تنفيذي متطوع، واللي يحب يلاحظ يلاحظ على الاحزاب اللي عنده 10 منخرطين، وسامحني مع احترام لكل احزاب وقالوا في لحظه من اللحظات انه ما يعبيش كار، وفي نفس الوقت تلقاه يجيب سيارات فارهه وبكريه واحد. علاش من حق المتابعه انه عيونه تكون محلوله على حركه النهضه وما نلوموش؟ الحزب الكبير يبقى اكثر حزب يعني تنتبه له الناس، ولكن اللي عنده حجه على حركه النهضه، احنا فينا الزوال وفينا ناس راهوا الان معتصمين قدام الوزاره، مازالوا بعد سنوات مازالوا ما خذاوش حقهم الادنى في الحياه الكريمه. ناس البعض منهم بدون معاش، البعض منهم ياخذ في جراي نتاع 130 دينار. فهمتني؟ ما زلنا وعندنا ناس لاباس عليهم، ثم ناس عاشت فترات السجن وخرجت استطاعت في ظل استبداد تعمل مشاريع ناجحه ويعني قاومت يعني الحصار اللي كان موجود. كلها تبرعات من قواعد ومنصري حركه النهضه. منين بالضبط مواردكم الماليه؟ موردنا من التبرعات المختلفه وال يعني الانخراطات السنويه لعشرات الالاف لمنخرطينا. وعلى كل حال اللي يحب يثبت اني محكمه المحاسبات قدامه، وعلى كل حال كانوا حريص برشا وواحد معليهم محكمه المحاسبات. We'll be right back.